وافق مجلس الشورى خلال جلسته 19 والتي عقدت صباح اليوم برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على عدد من المقترحات بقوانين، إلى جانب إعادة النظر في بعض المشاريع بقوانين المعدة في ضوء جملة من الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس النواب. وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة قبل أن يبحث المجلس التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون المذكور، حيث قرر المجلس بعد المداولات وإبداء أصحاب السعادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم على مشروع القانون الموافقة على توصية اللجنة. تعديل القوانين دائما تأتي بعد الممارسة لهذه القوانين، ومن ضمنها قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأعتقد بأن يعني حسب اعتقادي الشخصي بأن تعديل المادة 26 على وجه الخصوص هو يعالج قصور تشريعي تناول المادة، وهو اعتبار الأصوات الباطلة، الأصوات التي يحوز عليها المترشح المنسحب أصوات باطلة أسوة بالأصوات التي يطرأ عليها أخطاء في التأشير أو في سواء كان تأشيرا مقصودا أو غير مقصودا، وبالتالي فهي لا تسقط هذه الأصوات من النسبة العامة في التصويت، وإنما تعتبر كأصوات باطلة. وافق المجلس اليوم على اقتراح بقانون بشأن حد من مشروبات الطاقة، وهو موجه لحظر تداول أو بيعه بالنسبة لمن هم دون سن 18، التزاما منا بحماية الطفولة، وأيضا نتيجة للتقارير على المستوى الدولي والعربي والخليجي وأيضا الوطني التي أثبتت أن هناك فعلا في أضرار كبيرة وفي حالات سجلت أنها يتم رصدها على مستوى المتعلقة في جسم الإنسان، خاصة الأمراض المتعلقة بالقلب، الجهاز الهضمي، الآثار على السلوك، آثار على مسألة الإصابة بالسمنة، وأيضا ارتفاع حاد في تليفات معينة في عدد من أجهزة الجسم، مما تطلب تدخل فعلا تشريعي في هذا الجانب.